ساعات كده وانا قاعدة مع نفسي بتجيلي افكار غريبة شوية، وده اللي بيخليني انا ما بحبش اقعد مع نفسي عشان انا يعني افكاري فظيعة. هو احنا ليه بنقول عن الطربوش ده انه مش اصله مصري؟ ليه بننسبه لناس تانية؟ طب هو كان عندنا في الحضارة المصرية القديمة. ده اللي انا توصلت ليه، قعدت ادور اسأل هو الطربوش ده مين اللي كان بيلبسه؟ بيلبسه علية القوم، الافندي، الباشا، المتعلم، لكن عامة الشعب ما كانوش بيلبسوه. الفكر ده كان عند المصريين القدماء؟ كان عند المصريين القدماء، كان ليه نفس الشكل وكان ليه نفس الغرض، بس كان التكوين مختلف بتاع ده غير التكوين بتاع ده. ايه هو بقى؟ القمع العطري او المخروطي اللي كان المصريين القدماء بيحطوه فوق راسهم علشان يبقوا باينين ان هما من عالية القوم. كان المصريين القدماء بيعملوا القمع العطر ده، بيحطوا عليه عطور ودهون وحاجات كده بحيث ان هو يفضل كده موجود وينزل روايح حلوة على الشعر، فهم قاعدين في الحفلة يبقى ريحتهم حلوة أغلبية الوقت، وفي نفس الوقت يعملوا زي ماسك كده وهم قاعدين في الحفلة. الفرق القمع العطر ده كان بيلبسوه ستات ورجالة، لكن الطربوش كان بيلبسوه الرجالة. فهل هو تطور طبيعي للحاجة الساقعة ولا ده خرافات من خرافاتي؟ وانا ليه بفكر كده؟ لان احنا كمصريين ما بنعملش الحاجة غير لما تكون فينا الاول، يعني ما حدش بيجي يضيف لنا حاجة، احنا شعب صعب قوي، وده مخلينا لغاية وقتين هذا محتفظين بعاداتنا وتقاليدنا ولساننا، ومهما جم ناس غريبة علينا هم اللي بيطلعوا بأفكارنا لكن احنا مش بنطلع بأفكار حد. فأنا عندي إحساس ان ده تطور مش إضافة من أي شعب آخر لنا.